صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحكم أن يقرأ خطيب الجمعة في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة ويكون هذا ديدنه في كل خطبة؟ يقرأ في الصلاة يعني، أو يقرأ في آخر الخطبة؟ يقول إن كان المراد يقرأ في الصلاة هذا غير مشروع ولم يرد، إنما الذي ورد أنه يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، هذا الذي ورد، ولا يجيب أو يقرأ ما يناسب الخطبة. هذا يجيبه في الخطبة، يجيب من القرآن ما يناسب الخطبة في الخطبة نفسها. نعم. أما الصلاة فلا تقيد بما في موضوع الخطبة. نعم.